نشوف بقى أها، وأكيد كلنا فاكرين المربى في العلبة الصفيحة. الاسم أها ومنسوبة للأليوبية، وللأمانة هي بلد زي كتير من مدن مصر، بس بقى مشهورة ببلد النص ضحكة، بلد أول مصنع للأغذية المحفوظة فيك يا مصر، واللي كان أي فرح لازم يكون فيه شربات منها، وأي تلميذ أكيد أكل من خيرها ومنتجاتها. قها للأغذية مش مجرد شركة، قها تاريخ عايش ولسه هيعيش لو بس في يوم فكرنا في المستقبل صح. ايه اللي يخليك توصل لكل الناس وما تقوليش انا موجه للاقل دخلا او كده؟ ايه؟ لا انا زي ما قلت لحضرتك ان انا متواجد في السوق، متواجد في كل المجمعات الاستهلاكيه. هو بقى اللي عايزني يروح لي عارف مكاني، اللي عايزني يروح اللي عايز قهى هو للاسف طبعا الجيل الجديد ما يعرفش قهى. ايوه، ما هو ده اللي انا عايز للاسف اوصله. اه بالظبط، هو الجيل الجديد ما يعرفش قهى، لكن الناس اللي هم ابهاتهم واهلهم عارفين قهى. ايه اللي معطلك؟ ايه اللي عايزه؟ هو ان شاء الله التطوير اللي هيحصل في الشركه ان شاء الله برعايه سياده الوزير، ان شاء الله يعني شركه قهى هيحصل فيها طفره كبيره جدا. لايه؟ ناحيه ايه؟ خطوط الانتاج كلها، هنجيب بقى خطوط احدث خطوط انتاج وتكنولوجيا. نحتاج مثلا حاجه التعليب، انا شايفه ان التعليب اتغير يعني. ايوه، العلب تراديشن، العلب تقليد قديم احنا يعني على فكره. لا هو الصفيح ده اللي طلباه التصدير، انا بصدره اساسا، لكن انا في السوق المصري المحلي انا شغال في التترا باك اللي هي ال 200 وال. اقول لك حاجه في قلبي. ايوه، انا لو بشتري هاخد العلبه اللي شبهي وانا صغيره. ايوه بالظبط، يعني اوعى تبطل يعني ارجوك. ده انا بقول لحضرتك السعوديه واليمن مشترط علينا ان هو ياخد العلب الصفيح. انا كمان اشتري علبه الصفيح بصراحه. الاستاذ هاني احمد مدحت رئيس شركه اها، مساء الخير. ويعني هل حسيتوا بتاثير الحلقه اللي عملتها اسعاد على منتجات اها؟ كتير كتير يعني فعلا. الحمد لله. احنا فعلا فوجئنا ان في وكلاء جاي لنا من بره، من اوروبا، اول مره نتعامل معاهم، من اسبانيا، من انجولا، من نيجيريا، من كينيا، عايزين يعملوا وجايين وكلاء ان هم ياخدوا منتجات شركه اها. فده سوق بيتفتح لنا لاول مره. ايه المشكله؟ بتسالك الاستاذه اسعاد، ايه اللي معطلك؟ الشركه دي كانت اتباعت اظن في قبل الثوره، وبعدين رجعت بعد الثوره، يعني كانت تعرضت للهزات الزلازل، انت عارف اللي عندنا دي. الوضع الشركه دلوقتي ايه يا استاذ مدحت؟ هو طبعا الشركه كان حصل فيها فتره الخصخصه اللي هي لمده 10 سنين من سنه 98 ل 2008، هي دي فعلا كانت المشكله الكبيره اللي حصلت في الشركه، اللي حصلت فتره الخصخصه. لكن الحمد لله بعد ما الشركه رجعت لوزاره التموين، قطاع الاعمال الاول وبعد كده وزاره التموين حاليا، الحمد لله الشركه ابتدت بقى تستعيد العافيه بتاعتها. يعني هي احنا الحمد لله دلوقتي احنا داخلين في التطوير. ان شاء الله احنا يعني كنت قاعد مع بنك من اكبر البنوك اللي موجوده في مصر، ان شاء الله هيدعمنا على اساس ان احنا نجيب خطوط جديده في شركه اهل، وان شاء الله طبعا التطوير ده هيفرق معانا كتير جدا يعني. علشان بس الموضوع الخصخصه بس ما عديهوش يعني، هي الفكره ان المستثمر ده ما سددش باقي الفلوس، واعتقد الدوله رفعت عليه قضيه عشان بس ما نعملش تعميم على موضوع الخصخصه يا استاذ. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ترك لنا ديون 47 مليون جنيه احنا اللي شلناها، يعني هو ساب الشركه ومشي وشال يعني الديون اللي هو المعاملات اللي كانت بقى مع الشركات ومع البنوك وكل ده احنا اللي تحملناها. ايه اكتر الديون دي حاجه لسه. ايه اكتر حاجه بتتباع لك في اهل؟ صلصه الطماطم ولا العصير ولا الشربات ولا ايه؟ بصراحه كل الاصناف. ايوه، ايه يعني اكتر حاجه عليها اقبال؟ انا عايز اقول لحضرتك ان مثلا الشربات ده احنا بننتجه في مصنع الاورين،
الشربات ده لما بيتباع في عندنا في المنفذ بتاعنا في الطبيعة، قبل ما بينزل من العربية الناس بتبقى واقفة طوالي بتاخده. طيب انا عايز اقول قبل ما ينزل من العربية. ايوه بس احنا مش... المنتج بتاعنا بصراحة كل الاصناف، الصلصة، المربات، بس في مشكله يا استاذ هاني، في مشكله، انت ليه ما بتتعاقدش مع السوبر ماركتس الكبيره والهايبر ماركتس وغيرها؟ لانه الناس مش هتروح منفذها، الناس عايزه تشوف ده في الاماكن اللي هي بتشتري منها حاجتها، في سواء في المجمعات الاستهلاكيه او كمان تعملوا ديل مع السوبر ماركتس انها تبقى موجوده بهامش ربح اعلى شويه بس صغير. والله عايز اقول لحضرتك حاجه، انا الحمد لله يعني انا نص الانتاج بتاعي انا بصدره بره، والنص الثاني انا عامل تعاقد مع شركه كبيره جدا بتاخد مني مبيعات، انا لسه التعاقد عاملينه قريب يعني، والديل ده لسه منفذينه قريب، متفق معاه ان هو ياخد مني مبيعات ب 18 مليون جنيه في السنه. ده شركه توزيع يعني؟ لا مش شركه، الشركه كبيره من السلاسل التجاريه. سلاسل تجاريه عندي. عندي هايبر ماركت كبير مأجره مني، واتفقت معاه، عملت معاه تعاقد ان هو هياخد مني منتجات ب 18 مليون جنيه. تمام، يبقى هو ده المهم، ان انتوا تتعاقدوا مع السلاسل التجاريه المختلفه، لانه الناس كبيرة ما بتنزلش تروح منفذها او مش عارفه منفذ ايه، الناس عايزه. لا يا فندم، يا فندم حضرتك انا متواجد برضو في المجمعات الاستهلاكيه. أيوة، انا عندي زي ما قلت قبل كده 26000 نقطه بيعيه. انت عايز تقدم لكل الطبقات يا استاذ هاني، مش عايز تقدمها ليه بس اللي بيروح المجمعات الاستهلاكيه، انت عايز تقدمها للطبقه المتوسطه وحتى تقدمها للطبقه اللي فوق متوسطه. كلنا كنا بنشرب عصير قهوة، كلنا كنا الشربات في البيت كان قهوة يعني، جايين ان شاء الله ده المخطط باذن الله. بشكرك يا استاذ هاني، بشكرك استاذ هاني احمد مدحت رئيس شركه قهوة.